دلوقتي هنعمل مع بعض البتنجان بالحمص، ودي وصفة هريسة البتنجان بالحمص، ودي وصفة لطيفة جدا ونباتي. بتنجان رومي قطعناه مكعبات، انا بسيب القشرة بتاعته وقليناه في الزيت، طلعناه ادينا له رشة ملح ورشة فلفل ورشة كمون. بعد كده عندنا ملح البحر، وملح البحر من الحاجات الصحية جدا جدا وبتتباع في السوبر ماركت. زيت وبصل مفروم، فلفل حار، ممكن تستبدلوه بفلفل رومي احمر لو ما بتحبوش الحامي. ثوم مفروم وكمون وكروية، كزبرة خضرة مفرومة وكزبرة ناشفة صحيحة، وحمص مسلوق وفلفل اسود وطماطم بيوريه او طماطم يعني مطحونه ومتصفيه بس تقيله من غير ميه، مرقه خضار، عصير ليمون، بقدونس مفروم، ودبس الرمان، معلقه من الزيت واحده بس عشان البتنجان مقلي، فمش عايزه الموضوع يبقى مزيت قوي. هاخد البصل معاه التوابل، ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، كمون، كرويه، يا الاء، ملح البحر، فلفل حار، وثوم مفروم. الاء، حطينا دلوقتي كمان الثوم المفروم، الريحه هنا خطيره. هنزل الحمص، ممكن طبعا تستخدموا الحمص مطحون اذا حبيتوا. ليمون، متسرعة مفيش فايدة، نفس الرمان، معلش عندنا دي، أقلب شوية، وبعدين آخد البتنجان، آخد معاه الطماطم، آخد معاهم البقدونس، الشوربة لو لقيت ان المقدار عندي محتاج سائل هزوده عليه، لو لأ يبقى هكتفي بعصير الطماطم او الطماطم المضروبة بدون مية.